شاك يعني. في مش انه في ارتفاع الرقم في قصه شاك. ما بعرف رفع الرقم. هلا تعال انت بس انا بطلع انا ما في زي ما بدي اقول لك هيدي الامور وصلت لهيك هلا توصل هيك الطريقه. ما بقى حمص بهالطريقه هنشتغل. ما بقى حمص لهالامور الا سوا بهالطريقه هيك نوصل نعطي تشيك ان ادفانس اب فرونت مضي انا كيف هيدي كيف؟ فاضل انا رح اقول لك شغله. نحن اول ما انت بلشنا نحكي لنا كل التسهيلات اللي بدكم اياها رح يعملوا لكم اياها، لا اعفاءات من الماليه، اعفاءات من الضرائب، كل هالشغلات، الفانس بيمن 25%. رف 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 وصلنا لهون. لحظه بعدني وصلت لهون. لا وصلت لهون، بس انت بتعرف توصلت لهون من خلاله نعمل مئات الجرب مع الصفدي كذا مره بيسقطوا للمشروع، الصفدي واقف على رقوده لانه مش هيوصل. مش هيوصل. نحن اليوم قصه الفاينانشال سايد والبنك جارانتيز والعفاءات الماليه، بس ما زدنا عليه انه نحن مشينا المشروع، تركناه هذا اخذناه فور جرانتد، نحن بدنا اياه للمشروع. انت بتعرف من شهرين والسنه كلها لحديت التاريخ توافع على مجلس الوزاره كان الصفر اللي بده يسقطوا للمشروع. هلا ننساها هيدي، نزيلها وقعي وفوت فيها لغايه بتوجه ازاي. هلا اليوم عم ننطلق من اليوم مبدا اللي حكيت انا وياك، وانا كنت هيك انا وياك، بس حكيت انا وياك بس حكينا على الرقم كل شيء والنقصه. قلت لها وانس اي جت باي واضح كنت حاط شو بدك بالكنت وانس اي جت بيت يو ويل جت ذا ماني. هيدا حتى شفهيا قلت لك انا نسيها انا، بس انا بذهني